ليليان هالفقرة مميزة جدا وعنوانها العريض رح يكون العلاج بالموسيقى، مشان هيك رح نستقبل اليوم اللايف كوتش والموسيقي فؤاد نهرة وعازف الكمان ماهر سليمة. اهلا وسهلا فيك ماهر. بونجور. اهلا وسهلا. هلو فؤاد. هاي نفسي. حبيت هيك ارجع رحب فيك بعدين لانه اسم الله عليك حضرتك مدرب بوزارة التنمية الإدارية لدولة قطر، المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات، مهارات العرض والتقديم، برامج تدريبيه لشغلين المناصب القياديه. يخزي العين، يعني شو بدي اقول؟ لاقول ما مخلي شيء، خلينا نحكي موسيقى كمان. خلينا نحكي ونسمع موسيقى. اهلا وسهلا فيكم اثنيناتكم. فؤاد الحمد لله على السلامه، اشتقنا لك دائما. نحن على التواصل وال يعني كل ما نغض ببيروت بنقطع الطياره. طلعت الطياره بخبرني فؤاد. كان معك جيتار، وين صار؟ هلا صار معك الجيتار؟ انت تحول هو يكون اختفى الجيتار بجنن. بدنا فؤاد، بداية شو هو العلاج بالموسيقى وكيف انطلقت هالتقنية؟ هلا هالتقنية عم نسمع عنها كثير بالخارج ودرستها بلندن، كثير ترندي هالفترة. أوكي. ولكن هاي تقنية جديدة وقديمة بنفس الوقت. انتم بتعرفوا انه الموسيقى من خلال العصور واكبت الشعوب، يعني ان كان الشعوب الافريقانية لما يلعبوا بيركشن كان نوع لهم من انه يعبروا عن مشاعرهم الى اخره، وبالشرق كمان عندنا نفس الموضوع. أوكي. بقى وين وصلت لهون؟ اذا بدك خلال مسيرتي الموسيقيه حسيت انه الموسيقى عم بتاثر على الناس اللي عم يجوا يحضروني بحفلاتي، عم بيفوتوا مثلا بوجه معين، عم بيطلعوا بوجه يمكن مبتسم، عم بيتفاعلوا. انت بتعرف كيف يعني هالشيء بيصير. اوكي. فحبيت انه اعمق اكثر بهالشيء. تستعملها يعني؟ استعملها على صعيد شخصي او اطار ورك شوب او جروب صغير يعني. قبل شوي ماهر بس شفناه عم يعزف، فعلا العزف كان رائع، بس كنت عم ركز كثير على ملامح وجهك، قد ايه كنت مبسوط وعايش الموسيقى، خليتنا نعيشها معك، يعني قد ايه هالشيء مهم. قد ايه انا بنتقل من عالم لعالم ثاني، حسيت هالشيء. قد ايه ما انا بكون بدي انقل اللي معي اللي عم يسمعوني للعالم اللي انا عم روح عليه. صحيح. قد ايه بتاثر على حالتنا النفسيه الموسيقى، وخاصه الفيولون، لانه هي موسيقى آلي صوتها كثير ناعم ومؤثر. هلا الموسيقى مثل ما كان عم بقول فؤاد، هي مش بس علاج، هي سر فيها سر روحاني. الموسيقى انه قد ما كان الواحد معصب، قد ما كان مضايق، في نوع موسيقى يسمعه ليروق. الفيولون معروف عنا انه آلي حساسه، ماخدينا بس اكثر انه آلي حزينه، بينما انه لا، فينا ننشر الفرح بالفيولون كمان، فيها نخلي واحد يفرفح من قلبه ويضحك. مزبوط. انا سوري لا سوري تفضل. انا على طول عم باخذ حتى بمنحى انه انقل البسمه لوجوه العالم. صحيح. ما بدي ازعل حدا، بكفي. اوقات مش بحاجه لكن ليكون معك آلة ثانية، يعني لو اوريدي جايين زعلانين فيك تفرحنا. فؤاد، شو المشاكل يلي مو تفضل كم بدك تعلق شيء؟ بدي اعلق بس نقطة صغيرة، انه الآلات الوترية مثل ما بنعرف بتحكي الجسم، يعني بتحكي الروح. غير الآلة البيانو يلي هي مقسمة اوريدي، يعني النوتات مقسمة مقسمين، احنا يعني جبنا معنا كيبورد، نوتات مقسمين، بينما بآلة الكمان ما في، يعني هي فريتلس او بده يعتمد على الإحساس الواحد ليطلع. شو الشعور اللي بتأمنه؟ يعني بس لحتى اوضح النقطة، انه بين عازف وعازف بيختلف الإحساس، لأنه مش مثل البيانو، أي حدا بيعزف هالنوتة ممكن يطلع نفس الصوت. صحيح. ما بس عم بعبر مضبوط. صحيح. يعني هون النوتس ثابتين، هون الواحد شو جواته عم بيطلعه عم بيترجمه، والمعروف انه كمانجا اقرب آلة تحاكي مثل لغه البشر، يعني الفايلن بيقولوا الفايلن بتحكي، انه ايه اكيد الفايلن بتحكي، بس كل عازف عنده الايدنتيتي تبعوله لحتى. شو بتقول لك؟ شو بتقلنا لنا نحن اللي عم نسمع؟ لا بدي اشوفك شو بتقول لنا. هو بيقول لك هي وقت مرفقته كانت عم تقول لي كوز اول اوف مي لافز اول اوف يو. قد ايه حلوه هالاغنيه، مش معقول. فيري نايس سونغ. كنت عم فكر وقلت له انه جون ليجند هو عمل لها سربريز بزواجهم. وقديشها بسيطه الاغنيه، قديشها بسيطه، قديشها حلوه. فؤاد، شو المشاكل اللي ممكن تعالجها من خلال هالتقنيه؟ هلا يوجوالي الناس اللي بيجوا على الورك شوب بيكونوا حابين يغيروا جو، يعملوا دي ستريس، بيكون عندهم انجر او تعب من الجمعه او من شيء معين زعجهم. الموسيقى بتفوت على الجسم مثل ما عم نحكي، بتفوت على العقل بدون ما يكون في حيطان، يعني كل شيء بنشوفه نحن بحياتنا بنفكر فيه مرتين، نقول شو عم بيصير، بنحلله،
بينما الصوت يلي بفوت على العقل بفوت بدون اي ما بدق على الباب. طبعا هون عم نحكي عن الموسيقى الرايقه مش العاليه، لان العاليه بتعلي الضغط. مظبوط، الحياه لا تكون رايقه، العاليه بتعلي الضغط. اذا كنا عم نسمع مثلا صوت مزعج او اشغال برا او كومبريسر، حتى الساوند تبع الموسيقى لازم يكون معتدل، ما يكون عالي كمان كثير. مظبوط. هلا في شغلتين في الموسيقى اللي بتروق الاعصاب مثل ما سمعنا مع ماهر، يعني قالت لي كمان اللي بتروق وبتهدي كمان قد ما تعلى بتضل حلوه. وفي عندنا الضجيج البرا الخارجي اللي ممكن ياثر علينا او عجيب السير الى اخره. فبالوركشوب اللي بنعمله بنخلي كل شخص يعبر بطريقه ما على حاله معينه، بصير في تمارين فوكلز يعني صوتيه، مش ضروري الشخص يكون بغني بس ممكن يعبر عن هالحاله بالصوت، لانه الصوت بيشغل تقريبا حوالي 80 او 90 عضله بالجسم. فؤاد نحن رفقناك بالورك شوب، خلينا نشوف التقرير يلي حضرناه وبنرجع نتابع حديثنا. اوكي. أحرز العلاج بالموسيقى نجاحا باهرا لم يكن في الامكان تحقيقه باستخدام ادويه تستعمل في مثل هذه الحالات. اليوم فؤاد نهرة في سانتر مزهر يقدم العلاج بالموسيقى في صفوف تساعد للتخلص من الضغوطات اليومية والآلام والاهتمام بتطوير عملية التركيز لدى الحاضرين. اللي بدنا نعمله أنه لما أخذ الجيتار وبلش أعزف، أوكي، بدنا نعيد براسنا كلمة ريلاكس، ناخذ نفس عميق، أوكي، بنركز على كل كلمة على كل حرف ريلاكس، بحسسك بسلام داخلي، بينقلك لعالم تاني، تجربة جديدة. فينا نقول له لكوتش فؤاد ثانك يو لأنه اتس نيو اكسبيرينس. أنا كثير بحب هيدا الصف صراحة وكثير بيريحني. شيء كثير حلو ومريح وريلاكسينج. هيدا النوع من الموسيقى بتساعدنا يرتخوا يرتاحوا وزيت الوقت ليتخلصوا من القلق وكل شيء تشنجات عم بيواجهوها بالحياة اليومية. تكنيك حلو نهرب من هالستريس الموجود، نساعد اكثر الناس على انه يتخلصوا من كل شيء ستريس بحياتهم. العلاج بالموسيقى هو علاج صحي مبني على التفاعل مع الموسيقى من اجل تحقيق اهداف معينه في صحه الشخص المقابل، ولكن يجب ان يكون الشخص الاخر مؤهلا لذلك. نغمض عيوننا ومنبلش نتخيل بايد اليمين كل الاشياء يلي بدنا نخلص منه، اوكي؟ بايد الثانيه فينا نتخيل انه في بالون وانه هالايد عم ترتفع، قد ما عم ترتفع قد ما هذيك الايد عم تنزل. من تقل وتعب النهار كل ما شيء عم بيتقل كل ما ثاني ايد عم بتخف وعم تعلى اكثر واكثر. اكزاكتلي ذاتس ات. ناخذ نفس عميق. And you go deeper and deeper and you relax. نرجع نتذكر ريلاكس اللي عملناها اول شيء. على الأقل حتى الآن لم نجد له أي عوارض جانبية كالأدوية، فلما لا نجربه؟ فؤاد شفنا اعتمدت على عدة آلات موسيقية بين هيدا مثل الجرن يلي هيك هيدي بدنا ندقي التوم للناس اللي عم يحضروا. ايه هون بورتي ميتال بتشبه هلا شو كانوا عم يعملوا؟ قبل مره كنت مره معنا وجبتها صح ولا لا؟ مزبوط. اول شيء بدي اشكركم على هالريبورتاج، يعني الفريق اللي اجى وصور واخذ وقته. هلا اكيد لما نشوف الصور وما نعرف الميوزك ثيرابي بنتفاجئ شوي من شو عم بيصير. هالاشياء شغله كثير طبيعيه برا، كثير بيعملوا مديتيشن، كثير بيعملوا يوغا، كثير بياخذوا وقت للتامل. وبنستعمل الات الموسيقيه لحتى نفوت اكثر بهالتامل، نفوت اكثر بعقلنا، نسرع اكثر. يعني بتبلش مثلا باي اله اول شيء؟ إيه؟ باي وحده مثلا ممكن تبلش؟ في شيء معين او هن قاعدين عم يعملوا الحركات، هل عم يسمعوا موسيقى بنفس الوقت ولا سكوت تام؟ صحيح، مثلا انا قلت لهم يحطوا ايديهم هيك بس بشكل كثير بسيط. كان في موسيقى كمان عم يسمعوها بنفس الوقت؟ عم يسمعوها بس لحتى يحطوا مثلا كل همومهم بايد شمال وكل قدراتهم هن يغيروها يعني بايد اليمين. يوغا هي اكثر شيء. اليوغا بتكون على طبقه شوي بسموها مود الفا، لانه في عده طبقات بالعقل. هلا لما عم نحكي مع بعض عم نحكي على الليفل يلي هو بيتا، على فريكونسي معينه، يعني عيوننا عم بيفكروا وزنينا عم بيجيبوا لنا كل هالانفورميشن. صحيح. لما نكون باليوغا بنكون على مود الفا، مرخيين عضلاتنا، مركزين على شغله واحده، مركزين على شغله واحده. الموسيقى بتساعدنا على التركيز على هالشيء. قلت لي بتحط مشاكلك بايد بنحط مشاكل بايد مثل ما لاحظتوا في اشخاص كثير بتقول له كبهم بتضرب اللي حدك.
لا شو هلا لا حكيت هلا مصاري هيك زكيتونيك. بقى اللي بيصير بالوركشوب هو عده جيمز العاب نعملهم شوي غريبه لحتى نكسر اذا بدك العقل التفكير على طول بنفكر وتفكيرنا هو بيجيب لنا كمان اسئله. قد ايه لفتره قد ايه بضلوا قاعدين عم تعملوا هالنوع من اليوغا؟ هيدا الوركشوب كان على ساعتين بس مش على ساعتين عم نعمل هيك، كنا عم نعمل غير اشياء بيناموا اذا ساعتين. ما هو اذا بدي لحتى نقدر نشتغل على بعض الايموشنز او ستريس بدها وقت، لازم يكون الشخص مرخى اعصابه. اذا كان مثل ما نحن هلا اكيد صعب نفهم شو عم بيصير، عملنا هي الشغله. في تركيز، في نسبه تركيز وبتقوي التركيز على فكره وبتقوي القراءه السريعه هالشغله. حتى لو كانوا كتار بالصف بيضلوا يركزوا، ما حدا بيركز على الثاني كيف عم بيحرك ايده او شيء. شوفي هلا ما تصورت هون، بس في اكزرسيس للضحك، لافينج ثيرابي يعني، وكله فرط من الضحك. بمجرد ما شخصين ثلاثه ضحكوا بطريقه شوي غريبه صاروا كلهم يعني، ما هي الانرجي بتصير تتفاعل. ليش قاعدين سيركل؟ بصيروا ياخذوا من بعض، قاعدين سيركل لحتى الكل يصير في كوميونيكيشن مع بعض يعني. لمين بتنصح فيها هالثيرابي؟ هلا الميوزك ثيرابي، الميوزك ثيرابي اجمالا للصغار يلي اوتيست. قديش حلو يمكن يدخلوها كمان بالمدارس الميوزك ثيرابي. صحيح الميوزك ثيرابي للاوتيست للاولاد يلي عندهم هيك شوي منغلقين بالمدارس برا موجوده. نانسي بوطننا العربي منا كثير معروفه لان نحن مرتكزين على الادويه يعني، اذا واحد